أدهم، شريف بيصفر تحت، مش هتنزل تصلي معاه الفجر في الجامع؟ لا، أنا هستنى بابلة عشان لو رحت أصلي هلدع على عيني. طب رد عليه بدل ما يفضل يصفر كده. وانا بخلت ترد علي انت عشان انا مكسوف من مكسوف من صاحبك ومش مكسوف من ربنا؟ معلش يا شريف يا حبيبي، روح انت، اصل ادهم نايم ومش عايز يقوم. خلاص ماشي يا حاج. ماشي، بالسلامة يا ابني. والنبي يا حبيبي، ممكن تسندني لغايه الجامع اللي هناك ده؟ اصل رجلي شد عليا قوي. اه طبعا، بس وانت من هنا؟ اصل اول مره اشوفه الصراحه. يعني انا مش من هنا. تعال اطلع. دكتور البنج خلص ومشي. حالة جاهزه يا دكتور. وانا مش قلت لحمه بارده جايبين بانيليا؟ ما انت بتاكل اهو زي الفل. ما انا كان نفسي في اللحمه البارده. التخدير خلص؟ خلص كله تمام. طب وين ميعادك؟ ما تخش العمليات. مستنيك. يا ساتر يا رب، يا الدنيا هتطير. اتفضل. هما بيجيلوا ولا بينقصوا؟ هو حلو كده، بلاش طمع.